كمستخدم لويندوز 10 اكيد عانيت من المشكله دي في يوم من الايام، ان ويندوز 10 ويندوز جميل جدا وكل حاجه، بس عيبه الوحيد ان هو بيستهلك انترنت بشكل مبالغ فيه. هنقول ليه وهنقول ازاي تحل المشكله، فستي تيوند. الموضوع ما فيه ان ويندوز 10 بيعمل تحديثات بشكل كبير جدا ومتلاحق، فعشان كده بتلاقي ان دايما بينزل ابديت 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 ابديت. وكمان هو بيستخدم جهازك في انه يوصل التحديثات لكل الناس، ما ينفعش مايكروسوفت تبع التحديثات للناس كلها، فبيخلي جهازك يعمل ابلود للتحديثات عند حد تاني. كويس، خلينا نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. هتفتح السيتنجز، وتختار ابديت اند سكيورتي، هتخش على ادفانسد اوبشنز. خلينا نركز في الاعدادات دي واحد واحد عشان تعرف تحل مشاكلك. اول حاجه جيف مي ابديتس فور اذر مايكروسوفت برودكت وين يو ابديت ويندوز، يعني هات لي تحديثات لبقيه برامج مايكروسوفت وانت بتابديت الويندوز. ففي الحاله دي انت طبعا مش عايز الكلام ده، لان مايكروسوفت برمجه كتير، فانت ساعتها تحدث البرنامج يدوي. اهو عندك هنا ثلاث حاجات، عندك الفيوتشرز ابديت، ودي اللي يعني بيبقى فيها التحسينات والحاجات اللي زي دي، فانت بتختار تخليها كام. وفي الكواليتي ابديتس او تحديثات الجوده، يعني ديت ميزتها في الدنيا ان هي يعني بتعلي لك جوده الويندوز كويس، فانت برضو بتختار الرقم اللي انت عايزه. وعندك حاجه اسمها بوز ابديتس، يعني بتوقف التحديثات، بيوقفوا لحوالي 35 يوم. بس في نقطة هنا، لما توقف التحديثات بتقدر ان انت تختار يعني انك توقفها ماشي وما يستهلكش انترنت او حاجة، بس وقت ما بتشغل التحديثات او بعد ما هي بتشغل اوتوماتيك لازم الجهاز يتحدث لاحدث اصدار وبعدين ترجع تاني. كويس، خلينا نكمل. الاعداد ده بيقول لك ان بيقول لك enabling this policy will automatically download update except over meter connection or charge may apply. يعني بمنتهى الاختصار كده، ان انت لما بتفعل دي بيخليك تقدر تعمل داونلود، او هو بيعمل داونلود اوتوماتيك للتحديثات لما تكون انت مش بتستخدم جهازك. يعني ايه؟ لما بتكون انت مش بتستخدم الجهاز دلوقتي، ولما تكون بتشحن، يعني اللاب بتاعك مثلا متوصل على الشحن. بس خلينا نكمل، هتدخل على delivery optimization، او هنا بيقول لك ايه allow download from other PCs، يعني حمل من اجهزه تانية. تمام، فانا هنا معطلها. بص لو فعلتها في اختيارين اتنين، PCs on my local network و PCS on the internet. يعني ايه PCS on my local network؟ يعني الناس اللي معاك في الشبكة. عايز التحديث اللي انت بتعمله جهازك يرفع التحديث ليهم ولا لا؟ فلو انت مثلا في البيت انت وكذا حد مستخدم ويندوز 10 وعايزين تفعلوا الموضوع ده، فده بتبقى حاجة كويسة. وفي هنا بقى دي المشكلة كلها، PCS in my local network and PCS on the internet. يعني بمنتهى الاختصار مايكروسوفت بتعمل لك كوبري عشان ترفع تحديثات للناس. طب احنا مش عايزين الكلام ده كله، هتخش في ادفانسد اوبشن. هنا بيقول لك ليميت هاو ماتش باند ويز يو يوزنج تو ذا داونلود ان ذا باك جراوند، يعني ايه الباند ويز او الانترنت اللي هو بيستخدمه قد ايه عشان يحمل التحديثات في الخلفيه. فزي ما انت شايف انا عاملها صفر. هنا بيقول لك limit how much bandwidth، نفس الموضوع بس في الابديت، يعني اللي هو الابلود بقى لما تيجي ترفع لحد. انا بالنسبه لي عملها صفر، هو اولا limit يعني تحديد، يعني انت بتحدده فبتقول له لا ما تعديش عن صفر، يعني ما تعملش خالص. فانا برضو عملها صفر اهو. وهنا بتقول له monthly upload limit اللي هو التحميل بتاعك في الشهر، فانا قلت له برضو خليه صفر.
الاعدادات دي مفيده طبعا. انت مش عايز يعمل ابديت في الباك جراوند، انت كل اللي انت عايزه وقت ما تكون مثلا عندك انترنت قوي او فاتح واي فاي او حاجه، تروح رايح باللابتوب بتاعك وديس له تشيك فور ابديت بس، وهو ساعتها يعمل ابديت، اما انا منه نفسه ما يعملهاش. فهو ده ميزه الاعدادات دي وهي مفيده جدا. وفي التحديث الاخير من ويندوز 10 كمان بيقول لك ان يعني انت دلوقتي بتليمت او بتحدد التحديث الـ يعني الابديت اللي بيقفل الخلفيه قد ايه. تقدر تعملها كمان الابديت لو انت جوه الويندوز ابديت نفسه، يعني لو انت فاتح ويندوز ابديت كده هنا وبتقول له تشيك فور ابديتس، برضه تقدر تحدد بيستخدم قد ايه، يعني اقصى انترنت يقدر يستخدمه. ف لهنا يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، لو عجبك يا ريت ما تنساش تدوس لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. لو عندك اي سؤال سيبه لي في تعليق. شكرا ليك.